بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أيها الصائمون أيتها الصائمات، ها هو شهر الخير والفضل والبركة والرضوان، شهر المغفرة والنصر وزيادة الإيمان. ضيفا عزيزا كريما نعيش لحظاته ونتفيأ ظلاله، موسم العبادة والخير، كل العبادات وسبل الخير والأعمال الصالحة فيه مضاعفة ومتاحة، ما بين صوم وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقات وأعمال بر. فمائدة الخير مائدة الرحمن مفتوحة فاغتنمها، فإن الخيبة والخسران لمن يدرك رمضان فلا يغفر له والعياذ بالله. شهر رمضان شهر نظام الحياة، شهر الإعداد والاستعداد، ففيه استعد المؤمنون جيداً فأكرمهم الله عز وجل بعظيم المنح والأعطيات، فانتصروا في الجانب المعنوي وحققوا بناء الأمة في الجانب المادي أيضاً. فهو شهر القوة لأنه يدرب الإنسان المسلم على الصبر، والصبر أرفع مقام من كثير من العبادات، لأن فيه المشقة وفيه العناء. جعل الله ثواب الصابرين منحة ومكرمة لم يحدده، فقال سبحانه: وبشر الصابرين. شهر رمضان يتطلب منا الصبر على بعضنا، أن نستوعب وتتسع صدورنا لإخواننا، ألا نسيء وألا ننفعل لقاء أي تحد أو إشكال. فأخلاق الصائمين هي الامتثال والطاعة لله رب العالمين، فالصوم يتطلب منا في لحظاته وفي أوقاته هذا الخلق، كي لا تحصل وتحدث مشاكل ومشاحنات، فالشياطين فيه مصفدة، فحذاري أن يكون دور الإنسان هو دور الشيطان في هذه الأيام المباركات. شهر قوة من حيث أنه يدرب المسلم على الصبر والطاعة وينظم شؤون حياته، فيمتنع عن الطعام والشراب من قبيل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا نظام حياة، وينظم شؤون عمله وما يهمه أيضا بناء على تنظيم عباداته، فهو تدريب عملي يرتقي بالإنسان كي يكون منظما في شؤون حياته، منضبطا في مواعيده وفي أعماله، وهذا تدريب عظيم ونظام جليل رسخه الله عز وجل في كل العبادات، وفي الصوم كان أجلى وأبهى. أيها الإخوة الصائمون، كان السلف الصالح في هذا الشهر لهم أحوال مختلفة ولهم تعامل خاص، فأعطوا للقرآن حقه، لأن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فليكن نصيبنا من القرآن عظيم في هذا الشهر الكريم. ففيه تدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مع أمين الوحي جبريل، ودرب أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يستثمروا هذا الوقت بالنشاط والهمة للعبادة، فكانت صلاة التراويح فليكن لك نصيب منها، وليكن لك التزام في عدد الركعات ولا تنزل على ما دون أو إلى ما دون 8 ركعات. أيضا أيها الإخوة الصائمون، هذا الشهر الجليل العظيم يتطلب منا أن نستذكر الجائعين وأصحاب الحاجات،
فالصدقات فيه مضاعفة، وألا ننسى إخواننا في غزة وفي غيرها من البلاد التي يضطهد فيها المسلمون، أن نخصهم بدعواتنا، أن نخصهم بما نستطيع من المساندة. أسأل الله عز وجل كما أكرم سلفنا بالانتصارات وتحقيق الأمنيات في هذا الشهر أن يكرمنا فيه بالنصر والخير والفرج عن هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.